طيب، تعرفنا بالفيديو الماضي على مفهوم جيسون ضمن فيديو منفصل. هلأ صار الوقت لحتى أشوف جيسون ضمن الكود العملي تبعي ضمن اللارافيل. راح أشوف كيف بترجع response جيسون ضمن الكود تبعي ضمن الثندر كلاينت، كيف برجع كAPI بصيغة جيسون، لأنه كامل الكورس تبعي رح بيكون الريسبونس عبارة عن جيسون، ما رح بتكون نص مثل فيديو الكنترولر اللي أخذنا فيه رجعنا فيه نص. هلأ بتشوفوا كيف رح أعدل النص وساوي رجع لي بصيغة جيسون. طيب، قبل ما بلش هذا الفيديو بدي أحكي لكم أنه أنا عامل جروب مناقشة على التليجرام بخص اللارافيل فقط. أي حدا بده مساعدة أو واجهته مشكلة، أي شيء بده إياه، فبيقدر يبعث على جروب المناقشة تبع اللارافيل. طبعا اللينك تبع الجروب رح بيكون ضمن الديسكريبشن تبع هذا الفيديو، وهو اصلا موجود بوصف كل فيديو عم بنشره، فبتقدروا تنضموا للجروب امتى ما بدكم. نروح لنشوف كيف برجع ريسبونس جيسون ضمن الكود تبعي. بداية رح اعمل مراجعة بسيطة للشي اللي سويناه بالفيديوهات الماضية. اول شيء انا كنت معرف راوت. هذا الراوت مثل ما ملاحظين اتفقنا انه اذا بدنا نعرف راوت انا بكتب راوت دبل نقطتين، بدي اقول له ال HTTP، بدي ارجع الريكوست عبارة عن get كرمال تجيب لي معلومات. وبعد هاي ال get اول شيء ضمن القوسين بدي احدد اسم هذا الراوت. تمام، هي نحن كلنا اتفقنا عليها. بدي اعمل انا نفس هذا الراوت الموجود هون لانه نفس الشغل اللي كنا مساوينه من قبل. بدي اسميه user، بعدين راح اعمل كوما، وبعدين راح اعمل اقواس ال array. بدي اقول له اسم الكنترولر تبعي، انا كنت مسميه يوزر كنترولر، مباشرة اعطاني ضمن النتائج اللي طلعت لي، فانا بعطيه دبل نقطتين كلاس. هاد دائما رح بنكون معترفين عليه بهاد المنظر. بعدين رح اعمل كوما وقل له المكان يلي بدي يروح عليه ضمن هاد الكنترولر، انا بدي يروح لعند الاندكس، وطبعا ما ننسى السيمي كولون. هلأ حاليا لو ضلوا الراوتين مثل ما شايفين مع بعض فرح يصير تضارب بيناتهم لأنه ما عاد يعرف وين دا يروح. هلأ أصلا هو نفس الاسم فممكن ما تصير مشاكل، لكن لو كان الراوت يعني واحد رايح على فانكشن معينة وواحد رايح على فانكشن معينة ونفس الاسم، فأكيد دا يحصل تضارب وقتها. لهيك هلأ حاليا رح شيل هذا الراوت وارجع أكمل بالراوت تبعي. أنا بدي أروح على اليوزر كنترولر، اتفقنا أنه فيني أدخل عليه بكبس كنترول وبالماوس بكبس نقرة على اليسار. تمام، وفوت على اليوزر كنترولر، او فيني عن طريق الاب ال HTTP تمام كنترولرز، وفوت على اليوزر كنترولر لانه هون بينزل كل شيء كنترولر انا منزله. تمام، دخلت لهون كنت عامل فانكشن اللي سميتها اندكس. هاي الفانكشن كانت بترجع لي عن طريق حلقة فور اتش، فبترجع لي كل البيانات الموجودة هون بتمشي عليهم واحد واحد حسب الاندكس. فانا لو برجع الريسبونس تبع هاي بروح على السندر كلاينت، بعمل نيو ريكويست وبدي اقول له طبعا لازم شغل المشروع تبعي. انا في حال ما كل مره يعني عم فوت وارجع انسخ الامر تبع ال 127 ها تبع ال HTTP، فيني ببساطه تمام فيني احفظ الريكوست تبعي. مثلا هذا الريكوست كان عباره عن شو؟ كان API user. هو نفسه يا ترى؟ هو نفسه. تمام، فلاحظوا كيف ضايع هون، انا فيني اعمل له رينيم. تمام، خليني اسميه بس هيك اي شيء يعني يوزر. تمام، فانا بصير امتى ما بدي فيني ادخل عليه بكبس على الريسبونس يعني الريكوست عفوا اللي انا عاملها، ففيني ادخل عليه مباشره. لاحظوا كيف بيتغير حسب شو كانت حافظه انا ضمنه. وبعدين راح تعرف كيف بساوي كولكشن. تمام، بصير بعمل كولكشن ليك، بعمل نيو كولكشن وبدخل فيها كل شيء ريكوستات انا بتلزمني. لاحظوا كيف مثلا ريجستر كرييت بروفايل فورجيت باسورد اي شيء فيني دخله هون، كرمال مو كل مره ارجع ادخل الراوت اللي انا عامله وارجع اختبر. لا، هيك بيصير بسهل علي الشغل بشكل كبير لقدام بالمشاريع الكبيره. حاليا بسكر هدول تمام، وبرجع بفتح على احدث نشاط اللي كان عندي اللي هو اليوزر. تمام، مثل ما هو الاي بي اي يوزر. طبعا حتى لو عملت له سند هلا عامل لي ما في كونكشن لانه انا لسه ما شغلت المشروع تبعي. راح اروح على التيرمينال، تمام، هلا بعمل سند. لاحظوا كيف طلعت الريسبونس بشكل نص عادي، انا ما بدي هذا المنظر ابدا شوفه. هلا راح نشوف كيف بساوي الجيسون ضمن الكنترولر تبعي. انا راح استغني عن هي الحلقه كاملا. تمام، خلونا نعمل له كومنت حاليا. تمام، بكبس له كنترول وسلاش. تمام، بيعمل كنترول وسلاش، بيعمل كومنت عليهم كلهم.
شايفين هذا المنظر اللي عملته بتعليمة الطباعة، كيف كانت عم بعد بيناتهم وعم بعمل فاصلة ووصلن مع بعض وعمل الباك سلاش ان، هاي الامور كلها بدي انساها تمام، لانه هلا رح شوف كيف برجع الريسبونس اللي انا بدي اياها اللي هي الريسبونس الصحيحة. يعني انا بدل ما اعذب حالي ونسق الريسبونس اللي بترجع لي، تخيلوا معي بكره مشاريع كبيرة جدا والريسبونس ممكن تكون كثير طويلة، فتخيلوا قاعد انا عم نسقها واقعد بعد بين السترينج وبين النمبر واعمل فواصل واعمل كتير امور، لا اصلا هي اصلا كلها هي عبارة عن غلط ما بيفهمها غير انظمة. لهيك الجيسون اتفقنا انه هو المتعارف عليه، ما رح نحكي اكتر عن الجيسون لانه تعرفنا بالفيديو الماضي شو هو. لهيك ببساطة كرمال رجع ريسبونس جيسون، فبكتب ريسبونس، انا مو بدي رجع ريسبونس جيسون، فبس بكتب ريسبونس تمام، مو بدي ريسبونس انا ريسبونس تمام، وراح اكتب جيسون بجنبه. لاحظوا شو اعطاني ضمن الاقتراحات، شايفين هاي الريسبونس جيسون، هاي مباشرة بكتب لي اياها بشكل جاهز، بس بعطيه انتر. لاحظوا كيف كتب لي اياها كاملا. حاليا لا تتشوشوا بهذا المنظر اللي طلع لي، فانا بس بدي احذف الهيدرز الموجودة وراح احذف ال 200، بعدين راح نحكي عليها بفيديو المنفصل هاي ال 200 هي عبارة عن شو. خلوني رجع بس ريسبونس جيسون، وبدي رجع الاري تبعي اللي هي يوزرز، اكيد ما انا داتا، انا في عندي شيء اسمه داتا هون، معرف شيء اسمه داتا؟ لا ما انا معرف شيء اسمه داتا، هو عم يقول لي داتا انه انا هون برجع الداتا تبعي قصده باول بارامتر تمام، فبشيل هاي الداتا وبقول له انا بدي ارجع اليوزرز لانه موجوده فيها اليوزر تبعي تمام. لاحظوا كيف راح الايرور، يعني نحن بهالكوس عاد ما حنرجع ريسبونس جيسون، فبدل ما كل مره اعمل هاي الكتابه تبعي اكتب ريتيرن اكتبها بايدي ريسبونس. لاحظوا كيف الريسبونس اول شيء انا جيسون بناديه من وين؟ بناديه من الريسبونس تمام، بهذا المنظر يعني انا عم جيب الجيسون من الريسبونس تمام، هي من خصائص الريسبونس موجود جيسون، فبقول لها جيسون وبحط ضمن الجيسون شو اللي بدي ارجعه، اول شيء هو الداتا، بعدين اذا بدي اعمل كوما بعدين بحكي على هي الامور الباقيه، لكن حاليا بس بدي ارجع اليوزر اللي عندي تمام، اللي هنا اليوزرز كلهم كاملين تمام، فبشيل هذا السطر وبروح لاختبر الريسبونس تبعي، شلون بدي يرجع لي الاراي اللي هي يوزرز تمام، بعمل سند. لاحظوا المنظر كيف صار عندي، طبعا احنا شفنا بالفيديو الماضي كيف بتكون ريسبونس جيسون، بتكون بين الكيرلي بريسز، بيكون عندي الاي دي وكيف بياخذ مثلا الانتجر اللي هو الرقم، عندي النيم اخذ بعد نقطتين اخذ السترينج تبعه. لاحظوا كيف مباشره رجع لي اياهم كاملين بدون ما اضطر امشي عليهم واحد واحد وقول له رجع لي كذا وكذا، ورجع لي اياهم بطريقه منظمه وبشكل مرتب وقابل للقراءه. شايفين قديش فرقت معي هاي الامور؟ بسطر واحد شفتوا قديش استغنيت عن شغلات وقديش وفر لي تنسيق ورتابه اكثر، وهو المتعارف عليه وراح نكمل فيه ضمن هذا الكورس. وانا طبعا مو شرط اني ارجع اليوزرز اللي عندي، فيني غير الريسبونس اللي بترجع لي، لكن بشرط اني بلش باقواس الاري تمام. هون انا بالاصل كان عندي هي عباره عن اري والاقواس موجوده فكان يرجع لي اياها معه، اما هون لو حطينا بدون اقواس الاري نفرض بدي ارجع ريسبونس جيسون تمام، فانا كيف برجع ريسبونس جيسون؟ مثلا انا قلت له عندي النيم تمام، هذا النيم راح ياخذ القيمه اللي هي شو اللي هي مثلا محمد تمام، فلاحظوا كيف عاطيني ايرور، فانا بعطيه وقتها اقواس الاري تمام، واحد بالبدايه واحد راح بيكون عندي بالنهاية، فهون وقتها ما راح يعترض. بروح جربته من اليوزر ممتاز، لاحظوا كيف رجع لي اياها كريسبونس جيسون منظمة. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ما راح نطوله اكتر من هيك، بنشوفكم بالفيديو الجاي.